ريكورد. محاضرتنا اليوم الأهداف منها إنه أكمل على اللي تعلمته بالنسبة للمنيو، وأعرف كيف أشتغل أو كيف أضيف صب منيو، وكيف أضيف أيضا في المنيو شيء بنسميه تشيك بوكس منيو أو الراديو بتن منيو، وكيف ممكن أحطهم داخل التصميم تبعي. النقطة الثانية اللي بدي أتعلمها برضو بمحاضرة اليوم كيف أضيف تول بار وأضيف عليه البتنز أو الأوامر أو الآيكونز، خليني أحكي، اللي بدي أحطها على هذا التول بار. بدي أتعلم اليوم كمان أو نتعلم اليوم مع بعض كيف نعمل أو كيف نضيف اللي هو اختيار الكلر بطريقة يعني مرتبة من خلال الكلر سبيسز المختلفة باستخدام الأمر اللي بسموه كلر تشوزر. والكلر تشوزر طبعا يعني هذا الكمان تبعه، يعني لازم أنا أعرف كلاس أو أطلب أوبجكت، أعمل أوبجكت من الكلاس اللي اسمها كلر، وخلي هذا الأوبجكت يساوي jColorChooser.showDialog، وأحدد له وين اللي بدي إياه، وين بدي إياه يظهر، يعني في الفورم اللي أنا فيه أو بأي فورم أو بأي مكان. فإحنا كتبنا this عشان نعني إنه هذا يعني الفورم اللي إحنا بدنا إياه. title، وبعدين أحط default color، يعني أستخدم أي color بدي إياه، default color مثلاً color.red أو color.blue اللي بدك إياه. بعدين الكلر اللي بيتم اختياره من هذا الديالوج بوكس او من هذا الكلر تشوزر بتخزن بالاوبجكت اللي اسمه سي. فبصير انا وين ما بدي اعكس الكلر اللي انا اخترته، وين ما بدي اعكس الكلر اللي انا اخترته من الكلر تشوزر بستخدم الاوبجكت اللي اسمه سي. فمثلا انا هذا عندي بانل سميته B2، جيت حكيت له set background C، معناته صار لون البانل بنفس اللون اللي أنا اخترته من الكلر تشوزر، وهلا راح نشوفها على الإكزامبل كيف راح نشتغل فيها. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها اليوم إنه كيف ممكن أنا داخل برنامجي في الجافا كيف ممكن أنفذ أو أطلب تنفيذ أي برنامج مخزن عندي على الجهاز. وبرنامج تنفيذي اللي بقصده في البرنامج التنفيذي اللي هو البرامج اللي امتدادها .exe، يعني executable files. executable files يعني برامج تنفيذية، يعني مثلا زي البينت براش، زي الوورد، زي الاكسل، زي اي برنامج مخزن عندي على الجهاز وبدي اشغله من خلال الجافا لازم استخدم هذا الامر اللي هو البروسيس. اعمل object من البروسيس يساوي runtime.getRuntime.executable، وبين قوسين بكتب الباث، بكتب وين موقع هذا البرنامج اللي أنا بدي أشغله، وين مخزن على جهازي. فمثلاً البينت برش هذا أو الرسام مخزن عندي على السي، على الويندوز، على السيستم 32، على الملف اللي اسمه mspaint.exe. فبالحالة هاي أنا لما أجي أكبس كليك عند البتن اللي أنا ربطت فيها الكود هذا راح يطلب تنفيذ البرنامج اللي هو اللي اسمه البينت برش. هلا هون بدي احكي عن شغله مهمه، هاي الشغله اللي انا بدي احكي عنها اللي هو يعني كثير، يعني كل اي يعني معظم المبرمجين وكل المبرمجين اللي بيشتغلوا على اي لغه برمجه بيستخدموا شيء اسمه exception handlers اللي هو الاكسبشنز اللي هي عبارة عن طريقة حتى أتلافى أي أخطاء ممكن تكون موجودة مش مني ككود، ممكن تكون موجودة من خلال تشغيلي للبرنامج. بعض هاي الأخطاء ممكن يكون input output errors. كيف يعني؟ يعني ممكن أنا أكتب الأمر هذا وأجي أحكي له شغل البرنامج اللي اسمه MS Paint Brush. هلا هذا البرنامج نفسه اللي أنا كتبته هون ممكن يكون مش موجود، يعني مش موجود على جهازي، مش مخزن على جهازي. هلا إذا كان مش موجود على جهازي أو مش مخزن على جهازي راح يعطيني error، راح يعطيني الكود هذا
لما اجي نفذه راح يعطيني ايرور، وراح يطلع لي الكتابه اللي لونها احمر. يعني هون لما انا اجي انفذ البرنامج ارجع هيك، لما اجي انفذ اروح للديزاين واجي انفذ برنامجي راح يعطيني الايرور، وراح يعطيني الايرور عند الاوتبوت. يعني لو انا اجي اعمل هيك وهي رن، لما اجي اشتغل وما استخدمتش الاي او، خليني افترض مجرد ما كبست كليك عند تنفيذ الامر راح يعطيني هون الكلمة، يعني الأربع خمس أسطر اللي باللون الأحمر، يقول لي برنامج فيه غلط. حتى أتلافى المشاكل اللي بتوصل، اللي هي بتطلع لي إيرورز خلال الرن، أنا بستخدم ما يسمى الإكسبشنز اللي متاحة في البرنامج. واستخدام الإكسبشنز بتطلب مني أني أستخدم تراي وكاتش. أي برنامج أو أي شيء بدي أنفذه بحطه داخل التراي، أي شيء بدي أنفذه بحطه داخل تراي. يعني صارت الجملة هاي بدل ما تكون لحالها موجودة في التنفيذ، فجيت أنا حكيت له تراي، حاول تنفذ البروسيس هاي إنك تعمل رن. إذا كانت هاي البروسيس مش موجودة وعليها أي استثناء أو عليها أي إكسبشن، ممكن إنك بدل ما تخليه يطلع ويعمل إكزيت من البرنامج ويعمل لي إيرور، ممكن أنا استبدلها بشيء بنسميه مثلا جي اوبشن بان، وانا اكتب له ديالوج بوكس معين واكتب له انه والله الفايل نوت اكزيست على سبيل المثال. ولما اكبس كليك عند الاوكي برجع للبرنامج بدون ما يطلع من السيستم. فهاي الطريقه بنسميها الاكسبشنز. وهاي الاكسبشنز بتيجي او يعني بتم مساعدتك فيها من خلال نفس كود الجافا لحاله. لما يشوف انه في برنامج ممكن يكون فيه عليه اكسبشنز، فلحاله بيعطيك عليها زي ايرور. لاحظ هون بدي ارجع على البروسيس هاي، يعني اجي هون اعمل بروسيس، لان انا عملت بروسيس جديده. طيب خلينا نطبقها كلها مع بعض. احنا هاي البروسيس بدي بس تحديدا هاي انا اركز عليها شوي لانه راح بتفيدك بالشغل لقدام وبدي الطالب يعرفها مظبوط. هاي البروسيس مثلا اللي انا بدي اعملها، هاي بدي الغي انا التراي والكاتش. هاي انا لغيت التراي وهاي لغينا الكاتش ولغينا اللي انا كاتبه، هاي لغيت هاي كمان. لاحظ انا شو كتبت له هون في الامر هذا، كتبت له بروسيس رن الام اس بينت، شغل الام اس بينت. هلا لاحظ الاوامر اللي انا كتبتها نفسها ما عليهاش مشاكل، ما عليهاش ايرور، بس استيل وانت بتطلع على البرنامج هون بقول لك انه مبين في خط احمر كانه في ايرور. طيب شو المشكله هون؟ لو جيت انا اشرت عند الايرور هذا وشفت الهنتس تبعه، لاحظ شو بكتب لي هون، بيحكي لي اكسبشن اي او. يعني في عندنا هون ممكن يكون في عندي اكسبشن، والاكسبشن اللي هو انبوت اوتبوت اكسبشن. كيف يعني input output exception؟ طبعا مين اللي حكى لنا انه input output exceptions؟ نفس الجافا يعني اعطتك recommendation انه شو تستخدم. فبيجي بيحكي لي احتمال انت الملف اللي بدك تطلبه للتنفيذ ما يكونش موجود. والله مظبوط، لما ما يكونش موجود معناته الايرور اللي عندي راح يكون، او الاكسبشن اللي عندي راح يكون input، هي زي ما هو كتب لي input output exception. طيب شو اعمل في الحاله هاي؟ باجي انا عند هذا الاكسبشن اللي عليه الايرور، بكبس الت مع انتر. هي كبست الت مع انتر. لما اكبس الت مع انتر بيقترح علي هو مباشره، بيحكي لي استخدم تراي كاتش، استخدم تراي كاتش. تمام. طبعا انا قبل ما استخدم، طلعوا انا القديم هي تراي كاتش كله القديم، بس خليني هاي اضل، خليني لان بدل ما اعيد كتابتها خليني استفيد منها مكتوبه وجاهزه باخذها هلا زي ما بدي انا. هاي شلنا التراي والكاتش. اي هلا هذا الكود بكل بساطه انا لازم اكتب الكود هيك. الكود هذا عليه ايرور،
باجي بحكي له Alt Enter، بحكي لي استخدم Try Will Catch. أوكي استخدم Try Will Catch، هيك بستيل له كليك أعطيني Try Will Catch. هلا لاحظ أعطاك الستركشر تبع Try Will Catch لحاله، يعني هون أخذ الأمر اللي بدي أنفذه، لاحظوا معي كيف أخذ الأمر اللي بدي أنفذه حطه بالتراي، هاي حطه عند التراي وأعطاني كاتش وحكى لي ممكن يكون عندك إكسبشن، ممكن يكون عندك إيرور من السيستم اللي هو الإنبوت أوتبوت إكسبشن. والإنبوت أوتبوت إكسبشنز عرف منها زي أوبجكت، وحكى لي إنه أنا ممكن أكتب لك شو هو الإيرور، يعني ممكن يكتب لي اللي هو logger dot get logger على الفورم 1 اللي أنا الفورم 1 اللي أنا بشتغل عليه dot get name اسم الايرور dot logical level survey null exe. المهم هلا احنا عادة كمبرمجين ما بنترك الايرور اللي بيطلعه هو، لأنه هو راح يطلع لك الجمل اللي مكتوبة بالأحمر بس راح يطلع لك إياها بطريقة يعني أرتب شوي. لا أنا دائما بستبدلها، هاي لاحظ هون هاي عملت لها كومنت وبستبدلها بجملة تكون إلها معنى لليوزر. هلا الجملة اللي إلها معنى لليوزر إني أكتب له اللي تعلمناه في بداية الفصل، أكتب له إيش J option band. فجيت كتبت له J option band dot show message dialog على الفورم 1 أو على this form. شو كتبت له؟ احتمال إنه يكون الفايل not exist أو الفايل في error. هلا بالحالة هاي لو كان في مشكلة في البينت برش هذا مش راضي يشتغل أو غير موجود راح يطلع لي الديالوج بوكس هذا. هلا هذا الديالوج بوكس ما راح يخليني أعمل إكزيت من البرنامج، فمباشرة بيطلع لي هذا الديالوج بوكس فبحكي له أوكي عرفت، كليك على الأوكي وبرجع الرن أو برجع مرة ثانية على السيستم. فهاي اللي إحنا بنحكي عنها اللي هي تراي والكاتش مع البرامج التنفيذية اللي ممكن يكون فيها احتمال لوجود خطأ logical error، يعني خطأ مش مني أنا ككود، خطأ من أشياء ممكن تكون بالنظام، يعني ممكن يكون ملف غير موجود، ممكن يكون الباث غير صحيح، ممكن مثلا بعض الأخطاء الأخرى اللي هو مثلا أني أقسم A على B وB تكون صفر اللي هو divide by zero بنسميها exception. فكثير من الاكسبشنز راح يعمل لك ريكومنديشن فيها نفس برنامج الجافا وتكتبها بهاي الطريقه. هاي الطريقه ما بتخليك تطلع من السيستم وبتخليك تسيطر على الاخطاء اللي ممكن تكون عندك، وخاصه لما نوصل او توصلوا انتوا او تتعلموا الداتابيز. لما اجي اعمل اوبن للداتابيز دائما بعملها او اعمل كونكت على الداتابيز دائما بعملها تراي وكاتش، تراي على الكونكت على اساس انه فيما لو ما عملتش كونكت أعطيه مسج هون وأقول له والله system cannot connect to the database بدل ما يعمل لي error. فهي try will catch مهمة جدا إلك في شغلك. كل الأنظمة الكبيرة 90% من الكتابات في الكود فيها بيستخدموا try will catch حتى يتلافوا المشاكل اللي بتعمل لهم error خلال عملية التنفيذ. إذن هذا try will catch. رح نأخذ كمان أو نتعلم كيف نشتغل على file chooser. الفايل تشوزر اخوان خطواته كالتالي. اول شيء في عندي لازم اعمل اوبجكت من الفايل تشوزر، وهذا الاوبجكت احدد له شو الباث اللي بده يصير يتعامل معه. هلا الباث هذا اللي بدي اكتبه بقدر اكتبه هون مباشره، وبقدر اعرف string قبل الباث واكتب له شو وين الباث اللي بده يروح عليه، مثلا على السي على على الديسك سي على الماي دوكيومنتس على الماي بيكتشرز مثلا. فبقدر احدد له وين الباث اللي بده يروح عليه بالطريقه هاي، اني اكتب الباث هون او اني اخذ المتغير او السترينج هذا اللي هو تبع الباث واكون عرفت الباث في بدايه برنامجي. النقطه الثانيه اني اعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمها فايل نيم اكسبت extension filter، اللي هي اني افلتر شو انواع الملفات اللي بدي اعمل لها open. يعني انا بدي افتح ملف نوعه text او نوعه jpg او png، فانا بعمل filter او object من الفلتر من filter class بهاي الطريقة. هاي object، وهي اخذنا من
object من هاي الكلاس new يساوي new file name extension filter. بعدين بعطيه التايتل او هيدر اللي بدي اياه، بعدين بعطيه نوع الملف اللي بدي افتحه. فمعناته هذا الفلتر الاوبجكت هذا اللي انا سميته فلتر 1 مثلا، هاي بدي اسميه فلتر 1 او اسميه A او B اللي بدك اياه. هذا الفلتر 1 راح يصير يفلتر لي او يبحث لي او يعرض لي الملفات اللي من نوع تكست. هاي انا حددت له هون نوع تكست، ملفات اللي نوع تكست. هلا اذا بدي نوع ثاني يعرض معها بحط كوما وبعطيه مثلا بي ان جي مثلا على سبيل المثال. هلا انا هيك بفلتر على الملفات اللي انا بدي اخذها من نوع معين او من انواع معينه. اذا صار عندي اوبجكت من الفايل تشوزر واوبجكت من الفلتر. بعدين بدي اخلي الفلتر هذا او التشوزر هذا، يعني الفايل تشوزر او الاوبجكت هذا اللي اسمه انا سميته تشوزر او تشوزر 1 او اللي بدك اياه، هذا الاوبجكت بدي اخليه يرتبط مع الفلتر اللي انا عرفته. فباجي باخذ الاوبجكت اللي اسمه تشوزر هيو، وباجي بربطه ست فايل فلتر. يعني هون بده يفتح لي فايل، هيا فايل تشوزر، بده يفتح لي فايل تشوزر. فجيت حكيت له التشوزر هذا الاوبجكت اللي انا اخترته اربطه مع الفايل فلتر اللي اسمه فلتر 1. هلا هيك صار الامر تبع التشوزر هذا لما افتحه بدي افتح ملفات وابحث عنها، راح يصير يبحث لي عن ملفات فقط من نوع تكست. هلا لغايه الان هذا الفايل تشوزر بالخطوط او الثلاث خطوات هذول بعده ما فتح، يعني ما فتح معي على الشاشه. حتى اخليه يظهر على الشاشه ويفتح معي على الشاشه واشوفه، باجي بكتب له او بدي استخدم له، خلينا احكي اللي هو show open dialog. هلا show open dialog انه الديالوج او الديالوج بوكس او الديزاين اللي راح يظهر على الشاشه راح يكون اسمه open file او open dialog box. فجيت حكيت له تشوزر اللي بدي اياه بدي اخليه يظهر بشكل open dialog في هذا الفورم، على الفورم اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا هاي الامر، هذا الامر بيرجع لي انتجر، هذا الامر بيرجع لي انتجر. فجيت انا هون كتبت له او عرفت له انتجر اكس اكس مثلا او اي متغير بدك اياه، وجينا كتبنا له هون اذا كان الاكس اكس هذا يساوي جي فايل تشوزر دوت ابروف اوبشن. هلا هذا الحكي دوت ابروف اوبشن اللي هي بتعني انك كبست اوكي، يعني انت اخترت الملف، فتحت الملف واخترته، بيطلع لك اوبشنز اوكي اوبن يعني او كانسل او اكزيت. اوكي هلا اذا اخترت انا الاوكي هاي بتعني هذا الامر دوت ابروف اوبشن بيعني اني انا كمل افتح الملف. يعني هون كاني انا لو جيت كتبتها هون ككومنت لك، يعني كاني انا في الديالوج بوكس اخترت اوكي افتح الملف اسمها approve underscore option. هلا في ناس بكتبها الكبسه هاي، اول كبسه راح يكون موقعها صفر، فبيجي بكتب له اف اكس اكس تساوي زيرو اللي هي نفسها الاوكي، او جي فايل تشوزر دوت ابروف اوبشن بنفس الاسلوب. هلا بالحاله هاي انت بتقدر تكتب اي شيء بدك اياه، تكتب اي شيء بدك اياه. انا هون عملت تكست اريا، التكست اريا هاي كتبت له او حكيت له اكتب بداخلها ما يلي. يعني الملف اللي انا اخترته شو هو؟ You choose this file to open. هلا انا هذا اللي بدي احكي عنه هون، شو بقدر استفيد من الفايل تشوزر؟ اول شيء بقدر اخذ اسم التشوزر او اسم الاوبجكت هذا، وبقدر اخلي السيستم يعرض لي مثلا يعرض لي اسم الملف اللي انا اخترته. يعني رجع لي اسم الملف اللي انا اخترته اللي هو chooser.getSelectedFile.getName. إذا بدي أرجع الباث تبعه بقدر أجي أحكي له chooser.getSelectedFile.getBath. هي رجعت الباث تبعه. أيضا في عندي كثير أوبشنز بقدر أتعامل معها، راح نشوفها هلا لما نيجي نطبق. طبعا هون بس أنا ربطتها بإكزامبل ثاني، يعني ربطتها بإشي تعلمناه سابقا. يعني هذا كله اللي أنا شرحته الآن بيقدر يفتح لي اي ملف بدي اياه.
هلا الملف اللي انا اخترته وصرت عارف شو اسمه، نفترض انه صوره، انا هيك افترضت انه الملف اللي اخترته ممكن يكون صوره. هلا الملف اللي اخترته بما انه ممكن يكون صوره، معناته انا بقدر هاي الصوره اللي انا اخترتها او هذا الملف اللي انا اخترته بقدر اخده واعرضه عندي على الشاشه. هذا اللي هو البروجكت اللي انا طلبته منكم تشتغلوه، بقدر اخده واعرضه على الشاشه. هلا اذا اخذته وعرضته على الشاشه شو بلزمني من الصوره؟ انا بكل بساطه بلزمني من الصوره الباث تبعها واسمها. بما انه الفايل تشوزر هذا بقدر يرجع لي الباث والاسم، معناته انا خلص بقدر اخذ الصوره هاي واربطها بالايمج ايكون واحطها على الليبل. تلاحظوا شو عملت انا؟ ايمج ايكون عرفت له اوبجكت اسمه ايمج او اي ام جي يساوي نيو ايمج ايكون، اخذت له الباث، الباث الرئيسي اللي انا بدي ابحث منه، حطيت له دبل باك سلاش، بعدين جيت حكيت له تشوزر دوت جيت فايل جيت سيلكتد فايل دوت جيت نيم. يعني هون كان قلت له بس رجع لي، هون طلبت منه بس يرجع لي اسم الصوره اللي انا اخترتها ويحطها على الباث. هلا بيجي واحد ثاني بيقول لي طيب ليش تغلب حالك؟ الباث هذا مش انا بقدر ارجعه من هون؟ معناته انا بدل الباث اللي كتبته في البدايه بجوز انا اغير الباث وانا ببحث، فمعناته انا بقدر اكتب له هون بدل الباث بقدر اخذ هاي كوبي، وبقدر بدل الباث اللي هو ستاتيك يعني ثابت بقدر اشيله هاي واكتب له الباث اللي هو الاوتوماتيك اللي برجعه انا اوتوماتيك. فجيت حكيت له مثلا تشوزر دوت جيت سيلكتد فايل دوت جيت باث، حط جنبها اسم الملف، فصارت هيك دايناميك فول دايناميك. يعني صرت اي صوره بختارها من اي مكان بقدر ارجعها واخزنها بالايمج اي ام جي. هلا هاي الصوره لما بدي اظهرها على الليبل بكل بساطه باخذ اسم الليبل دوت سيت ايكون ايمج، معناته الصوره صارت تبين على الليبل بطريقه كثير مرتبه وبسيطه وسهله. خليني اروح للكود هون ونشوف شو التصميم اللي انا عامله. انتبه معي بالله اذا سمحت، انا عملت كل الشرح اللي بثلاث محاضرات عملته بمحاضره واحده او عملته بديزاين واحد. هذا الشكل اللي انتم شايفينه، في منيو، في منيو، وفي عندك سب منيو، هاي اللي هي سب منيو، وفي عندنا هون تول بار، هذا التول بار، وفي عندي هون تنفيذ لملف زي البينت او الرسام، وفي عندي هون اللي هو كمان الاوبشن او الكلر تشوزر، وفي عندي هون اللي هو الاوبن فايل او اوبن تكست فايل اللي هي كل الشيء اللي تعلمته اللي انا بدي اشتغل عليه. هلا قبل ما ابلش هون خليني اجي على هاي الشاشه وافتح هون وين الملف اللي انا بشتغل عليه. هاي فورم 1 بدي اعمل فورم جديد بس امرر بعض الاوامر. هاي فورم 2. هلا بكل بساطه بدي اعيد بشكل سريع هون. لما اجي بدي اعمل منيو بسحب المنيو بار بحطه هون، هاي صار عندي منيو بار. باجي يعني الشكل اللي انا صممته كيف صممته، هاي منيو بار، بعدين باجي بدي اضيف عليها ايتمز، باجي بحكي له هون اد فروم باليت وهي منيو ايتم، كمان مره اد فروم باليت وهي منيو ايتم، وبعدين في عندي شيء اسمه حتى نسيت احكي عنه اللي هو سيبريتر، باجي بحكي له فايل اد فروم باليت وباجي بعطيه سيبريتور. سيبريتور اللي هو الفاصل، اعطاني زي خط صغير فاصل في المنيو. كمان مره هاي اد فروم باليت وهي منيو ايتم. هلا لاحظ الخط الصغير اللي هون هذا اللي بين معي هو عباره عن السيبريتور، فانا فصلت التو كوماندز اللي بالاعلى او تو اوبشنز اللي بالاعلى عن الاوبشن اللي بالتحت. هلا اذا بدي اضيف سب منيو، اذا بدي اضيف سب منيو باجي بحكي له هون اد فروم باليت وما بختار له منيو ايتم، بختار له منيو. هلا هون لاحظوا هي انا ضفت سب منيو. هلا اذا بدي اضيف شيء جديد على السب منيو، هي ضفت منيو، هي ضفت منيو جديده، بدي اضيف عليها شيء جديد باجي بحكي له رايت كليك اد فروم باليت. هلا وانا بضيف المنيو بقدر اضيف منيو ايتم وبقدر اضيف منيو ايتم على شكل تشيك بوكس اذا بدي، هاي تشيك بوكس، وبقدر اضيف كمان مره منيو ايتم ايضا على شكل تشيك بوكس، وبقدر اضيف منيو ايتم كمان مره هون
خليني احط سيبريتر بينهم، وبعدين بقدر اضيف كمان مره على شكل راديو بتن، وهون بقدر اضيف كمان على شكل راديو بتن. فصار عندي انا المنيو تبعتي بهذا الشكل، عندي سب منيو، السب منيو هاي عباره عن تشيك بوكسز، وهاي السب منيو عباره عن راديو بتنز. هلا هدول الشغلات كلهم لما اختارهم بدي اختارهم زي ما تعلمنا سابقا، is selected، يعني باجي بحكي له if j checkbox menu item 1 dot is selected نفذ. هلا هاي الراديو بتن اللي هون هي راديو بتن، يعني هاي single choice selection، يعني يا بختار الاولى يا بختار الثانيه، ما بصير اختار التنتين مع بعض. شو الحل؟ الحل اني اجي ارجع هون وشو اضيف؟ اضيف بتن جروب. فباجي هون وهي رميت البتن جروب جوا الديزاين، فباجي عند المنيو هاي، وباجي عند هاي المنيو زي هيك، وباجي بعمل رايت كليك، وباجي على البروبرتيز، وباجي بحكي له بتن جروب، اه والله اربط لي اياها مع البتن جروب 1، هاي ربطها، هاي كلوز. وباجي هون البتن جروب الثانيه رايت كليك، وباجي على البروبرتيز، وباجي بحكي له بتن جروب اربطها مع البتن جروب 1، وهي كلوز. هلا صار التنتين هدول التنتين صاروا سنجل تشويس سيليكشن، يعني يا بختار الاولى يا بختار الثانيه. يعني هون لو كانت هاي ايديت، كانت هاي مثلا شو، هاي اكيد راح تكون عكسها هاي هايد، هاي اظهار اخفاء، صارت سنجل تشويس سيليكشن. هلا بدي احكي كمان شغلي هون، يعني انا بجوز ما حكيتش عليها هناك بس في الفيديوز حكيت عنها، كيف اعمل شورت كات. انتبه معي، هلا انا هون هاي الفايل هاي بدي اعملها مثلا اوبن فايل، هذا الامر بدي اعمله اوبن فايل. هلا انا زي ما بشوف هون طلعوا هاي فايل، هاي اوبن فايل، هاي عندي انا هون هيك هاي الفايل، لما اضغط اوبن فايل لاحظ اعطاني هون زي شورت كات نيو فايل، هي نيو فايل، اعطاني كنترول ان، كنترول ان نيو فايل. هل بقدر اعمل شورت كات انا او كي اكسلريتور بنسميه او شورت كات داخل البرنامج اللي انا بعمله؟ يس، هي شورت كات. في الشورت كات هاي لاحظ هاي كانسل، اذا حابب تعمل شورت كات للمنيو تبعتك تكبس دبل كليك عند الشورت كات، هي دبل كليك بيطلع لي الاكسلريتور. هلا شورت كات الهدف منها اللي هو كي اكسلريتور، يعني اسرع العمل. هلا انا الشورت كات اللي عندي اوبن، اذا كنت حاب اعملها كنترول ان باجي بكبس كنترول على الكيبورد، بروح على الكيبورد وبكبس كنترول ان. هي انا كبست كنترول ان على الكيبورد، رحت وكبست كنترول ان. اذا حبيت تكون بدل كنترول ان كنترول او باجي بكبس كنترول او، فمعناته صار عندي هي اوكي، لاحظوا صار عندي شورت كت. هلا يا بكبس على هذا الاوبشن او بكبس مباشره على الكنترول ان، نفس الشيء هون. يعني هون لو جيت حكيت اكزت او ايديت وجيت حكيت له مثلا سيف، هلا هون الشورت كت تبعي متعارف عليه انه كنترول اس، فباجي بكبس له كنترول حرف الاس، هاي اوكي، فمعناته صار عندي هاي كنترول اس بتشتغل وكنترول ان بتشتغل ك كي اكسلريتر، تمام. طيب هلا لو بدي اضيف باركود، لو بدي اضيف يعني خلينا نحكي اللي هو تول بار، لاحظ بطلع للاعلى للسويتش كونتينر وباجي بدور على شيء اسمه تول بار وبسحبه وبحطه هون. هاي حطيت التول بار هون وبحدد قديش بدي حجمه، هاي بهذا الشكل. في ناس بحب مثلا يحط التول بار بالاعلى شاشه، في ناس بحب يحطه على الجنب، اذا بتحب هيك بتعتمد عليك انت شو بدك التول بار، كيف بدك تكون شكله في البرنامج تبعك او في الديزاين تبعك. مثلا لو حطيت انا تول بار هون حطيته بهذا الشكل على سبيل المثال. هلا التول بار هذا باجي باخذ وبحط بداخله باتنز، يعني انا هاي التول بار تبعي، ها خلينا اكبره شوي عشان نشوف، وهي هون حطيت البتن الاولى. هلا البتنز هاي اللي حطيتها في التول بار، اوكي هذا التول بار هيو بالاعلى هيك، وهي التول بار تبعي،
نفترض بهاي الطريقة. وإذا حبيت تعمل له بوردر للتول بار تضبطه، تعمل له بوردر، تعمل له كذا، it's up to you. هاي شغلات تعلمناها وإنت بتصير بترجع لإلك. هاي مثلاً تايتل، إذا بدك تحط له أكتب له تول بار وأحط له لاين بهذا الشكل وأخليه مثلاً يعطي اللون الديفولت الأسود، ما عندي مشكلة. هاي أوكي وهي كلوز. هاي صار عندي تول بار. أول بتن في التول بار هاي هي البتن. هاي البتن أنا في التول بار دائما بنستخدمها كآيكونز، يعني بنخلي اللي يظهر عليها شكل آيكون. فباجي بروح للبروبرتيز وبروح لإشي اسمه آيكون، هون هاي الآيكون، وباجي بختار له هاي كليك، بختار له آيكون. خليني أفتح أشوف في عندي آيكونز. يس هاي أوبن مثلا على سبيل المثال، هاي أوبن، هاي كلوز، هاي كلوز. أنا طبعا الآيكونز هاي أنا ضفتهم، هاي الصور تبعتي اللي أنا بدي إياهم، هاي آيكون أوبن، هاي آيكون سيف، انا حطيتهم في البروجكت تبعي، فهي ضفتها. فصار عندي التول بار بيظهر عليه كبسه مكتوب عليها اوبن. هلا هون بتغير انت الايديت تكست، تقدر تكتب له اوبن اذا بدك تحط التكست. هلا صار عندي هذا تول بار عليه كبسه الاوبن. طبعا اذا بدي اربط معها كود، رايت كليك ايفنتس اكشن اكشن بيرفورم، بربط الكود اللي بدي اياه. هذا بالنسبه للتول بار. إذا هاي المهارات تبعت المهارات اللي أنا بدي إياك تتعلمها تبعت المنيو والصب منيو، وكيف أضيف منيو أو صب منيو أو تشيك بوكس منيو أو راديو بتن منيو، أو أعمل الشورت كت أو أعمل التول بار اللي بدي إياه. هل عادة التول بار ما بيظهر دائما، يعني التول بار ممكن أظهره ممكن أخفيه، فعشان هيك بعمل له كبسة هايد شو. خليني ارجع للفورم اللي انا مصممه. هلا انا مصمم تول بار زي ما شفتوا قبل شوي، هاي تول بار، وعملت منيو بتشبه المنيو السابقه، هيها هاي تشيك بوكس، وهي في عندي شو وهايد، وهي هون راديو بتن. هون عملت اوبن فايل، وهون عملنا منيو فيها شويه شغلات، وهون عملنا كمان منيو فيها اللي هي رن ابلكيشن، اني اشغل برنامج من خارج البرنامج تبعي. وهون حطيت بانل، انا بانل ليبل، هون حطيت بانل وجواته عملت ليبل، والليبل هذا ربطته بكتبت عليه نص. وهون حطيت كمان تكست اريا، تكست اريا في التصميم. خلينا اشوف البرنامج هذا كيف بيشتغل ونشوفه مع بعض عشان نمر على الكودات تبعته بشكل سريع. هذا البرنامج اللي احنا عملناه. فجينا هون فايل اوبن تكست فايل، هي كليك عند اوبن تكست فايل. لاحظ شو عمل لي هون، هي التايتل اللي انا كتبته، تايتل تكست فايل. فانا هون بدي افتح تكست فايل. هلا هون فتح لي الايمجز فولدر اسمه ايمجز. لاحظوا هاي الفولدر اللي اسمه ايمجز فيش فيه الا تكست فايل واحد، هيو اللي هو التكست فايل. فصار يفلتر لي بناء على طلبي، طبعا فلتر لي على التكست فايل. وشو الديالوج بوكس اللي انا عملته، شو اوبن ديالوج، هاي كلمه اوبن باي ديفولت طلعت لحالها. هلا لو بدي اياه انا سيف، باجي بكتب له شو سيف ديالوج، فبيطلع الكلمه اللي بالاعلى بتطلع سيف بدل اوبن. هلا انا هذا التكست فايل اللي انا اخترته. هلا انا بقدر اغير، طبعا هاي اول فايلز، هاي طلعوا معي كل الصور. مثلا خليني اخذ صوره من هاي الصور، هاي اوبن، هاي اخترت الصوره. هلا لاحظ انا شو عملت في التكست اريا، هاي جيت كتبت له you choose file to open اسمه، هيو اسمه اللي هو get selected file dot get name اسمه baby2.jpg. كتبت تحتها الباث، فجيت حكيت له أعطيني الباث والصورة. فلاحظ شو كتب لي، اسم الفولدر، الباث تبعه images، واسم الصورة. معناته الباث هذا جاب لي الصورة والباث بالكامل، يعني كأني أنا حكيت له هاي الصوره وين موجوده، هاي كتب لي اياها وين موجوده على التكست اريا. الصوره اللي اخترتها شو اسمها، هاي كتب لي اسمها على التكست اريا. كيف رجعتهم، عن طريق الاوبشنز او الاوامر اللي انا شرحت لك اياهم قبل شوي. وهي ليبل، جبت الصوره وحطيتها جوا الليبل هذا. طيب كثير كويس. خلينا نيجي هون، هلا بنرجع نشوف الكود تبعها، هاي نشوف المنيو. هاي لاحظ هاي تشيك بوكس ايتم، انا ربطها مع هدول الاوامر. هاي المنيو، منيو 3، في عندي هون هايد، هاي اختفت. طيب فايل، انا عملت اخفاء للبانل بالكامل.
طيب شو للبانل؟ هاي رجع لي البانل. اذا هاي شو وهايد، شفنا كيف شغلناهم. از سيلكتد، اخفي البانل. از سيلكتد، اظهر البانل. هلا نيجي هون تشينج فونت تو تهوما اند سايز 40، تشينج ليبل تكست تو ريد اللي هو الليبل هذا. هاي موجوده على تشيك بوكسز، طلع هون بدي اعمل تشيك. هاي تشيك بوكس، قبل ما اروح اتفرج لاحظ هاي صارت تشيك بوكس، وهي اللون شو اعطاني؟ الاحمر، لانها تشيك بوكس. هاي حطيت عليها تشيك بوكس، فصار عندي الاوامر تمشي زي ما انا بدي، تشيك بوكسز. طيب بدي اشيل التشيك بوكس، لاحظ رجع اللون بالاسود، معناته انا بلشت اربط الاوامر اللي اخذتها، اربطها على اشياء اشوفها داخل الديزاين. هاي هون مثلا الحجم 40، كبرت السايز، ما بدي اياه، هاي رجعت، هاي شلته. اوكي طيب نيجي على التول بار. هذا التول بار هيو انا صممته قبل شوي انا وياكم، حطينا عليه الاوبن او السيف. هلا عملت له انا كبسه شو او هايد. هاي هايد للتول بار، وهي شو للتول بار. فمعناته التول بار اللي عندي صرت انا اخفي او اظهره بناء على طلبي. هذا التول بار صرت اظهره او اخفي. ايضا من الاشياء اللي حكيناها اللي هو الكلر، كيف اختار الكلر بطريقه دايناميك. فبدي استخدم الكلر تشوزر، لازم استخدم الكلر تشوزر. خلينا اكبس كليك عند هذا الكلر تشوزر. لاحظ لما اخترت الكلر تشوزر اعطاني الكلر تشوزر ديالوج بوكس او منيو او فورم، اعطاني هذا الشكل. فباجي بختار اللون اللي بدي اياه، مثلا بدي هذا اللون، هي اوكي. لاحظ هي عكست اللون از باك جراوند للبانل، للبانل عكسته عن طريق الكلر تشوزر. سطر كله، كل الكود تبعه عباره عن سطر واحد. ف الرن ابلكيشن هذا كلهم عشان ارجع اشوف الكود تبعهم. هلا بدي انفذ او اشغل الرسام، او بدي اشغل فيديو، او اشغل افتح الجوجل على سبيل المثال، او افتح الكروم. هي حطيتهم كلهم داخل برنامجي اللي بدي اياه. بدي اجي اعمل رن انا للبينت، او اعمل رن هي مثلا، بدي اشوف انا ربطتهم او بجوز انا مش ربطتهم، خليت ربطهم عشان اشغل مع بعض. طيب هلا بنشوف الربط تبعهم، مش مشكله. نيجي هون هاي رن، خليني ابدا واحد واحد. خليني اروح ل مثلا هذا اورجيك الشو والهايد. لاحظ في عندك هاي بتغير التكست، هاي اللي بربط معها الكود، المربع الصغير بالاطار الاصفر الصغير. بروح للايفنتس، وهي اكشن بيرفورمد، هاي الاكشن. طلع شو جيت كتبت له بكل بساطه، اف جي راديو باتون 1، جي راديو باتون ايتم منيو ايتم 1 از سيلكتد اظهر. نفس الشيء از سيلكتد اخفي. فبدي ارجع، لاحظوا رجعت واستخدمت الاس سيلكتد للراديو باتون او للتشيك بوكس. لاحظوا هون هاي تشيك بوكس، اف الجي تشيك بوكس منيو ايتم 1 از سيلكتد اعمل الخط 40، اذا مش سيلكتد اعمل الخط 20. فمعناته انا رجعت واستخدمت الاس سيلكتد مع التشيك بوكس ومع الراديو باتون. خلينا نرجع للديزاين ونيجي هون عند الاوبن للفايل. نفس الشيء بحكي لك، هي هون هذا اللي برتبط مع الكود، وهي ايفنت، هي الاكشن، اكشن بيرفورم. جيت هون حددت له الباث اللي بدي اشتغل عليه، هي كتبنا له الباث. الخطوه الاولى هون جيت عرفت له اوبجكت من الفايل تشوزر، سميته تشوزر، اوبجكت من الفايل تشوزر سميته تشوزر. بعدين عرفت فلتر وسميته هون فلتر، عرفت اوبجكت سميته فلتر، وطلبت منه يبحث عن التكست فايلز. لاحظوا يبحث عن التكست فايلز، عن التكست فايلز. هيك انا فلترته، ربطت الفلتر تبعي، هيو ربطت الفلتر تبعي مع تشوزر. فجيت اعطيته هون اسم تشوزر اللي انا اخترته دوت سيت فايل فلتر، اربطه مع الفلتر. يعني كانه بحكي له الملفات اللي بدك تفتحها لازم تكون تكست. هاي هي الامر اللي انا بدي اياه. بعدين رجعت القيمه الراجعه من الديالوج بوكس اللي هو الاوبن ديالوج بوكس. يعني انا لما اكبس كليك شو كبست؟ كبست على زيرو ولا كبست على واحد ولا كبست على اثنين؟ يعني كبست اوكي ولا كانسل ولا اكزت؟ هلا اذا كبست الكبسه الاولى اللي هي الاوكي معناته انا كبست زيرو، فبقدر هون اجي احكي له اذا بدك تشيل هاي
بقدر اشيل له هاي واكتب له بدالها زيرو. اذا كانت اكس اكس تساوي زيرو معناته انا كبست اوكي، نفذ الاوامر اللي بدي اياها. او انك تحطها بطريقه يعني كثير من الناس بيكتبوها ابروف اوبشن يعني اوكي. هلا هون جيت حكيت له اذا كنت اذا انا كبست اوكي وخلص بدي افتح الملف، شو طلبت منه؟ قلت له اعطيني الباث، خليني هون حتى اوضح اكثر، اعطيه سلاش ان، اكتب لي الملف اللي انا اخترته شو اسمه، هاي رجع لي اسمه على السطر الجديد، اكتب لي الباث تبعه. هلا اذا انت حابب كمان شغلات تانية تكتبها، في كثير شغلات، لاحظ هون هاي انا بدي اشيل هاي مثلا واجي اكتب له دوت جيت. شو بقدر اعمل جيت؟ بقدر اعمل جيت ابروف بتن، شو الكبسه اللي كبستها، بقدر ارجع الجيت نيم، بقدر ارجع الجيت تايب، ديسكريبشن للفايل، ديسكريبشن السايز تبعه، التايب تبعه، بقدر ارجع الجيت اكسبت اول فلتر فايلز، بقدر ارجع مثلا خلينا احكي الجيت اكشن ليست او الاكشن ليسنر حتى، يعني هل انا رابطه مع ليسنرز باي كود اور نوت. فانت بتقدر ترجع كثير شغلات من الفايل تشوزر. لاحظ جيت تشوزابل فايل فلترز. فهذا الشغلات انت بتصير يعني خلال شغلك، هاي جيت مثلا فايل فلتر، جيت فايل سيلكتد مود الى اخره. فانت بتقدر خلال تعاملك مع النظام بتقدر انت او مع البرمجه بتصير تعرف شو بدك الملف اللي تختاره وترجعه. حتى بالاوبشن الثاني هون لو شلت الجيت سيلكتد هاي جيت كبست له دوت هون، لاحظ شو بقدر ارجع، جيت نيم، جيت بيرنت، جيت تو سترينج، كان اكسكيوتابل اور نوت او كان اكسكيوت اور نوت، كان ريد اور نوت. برجع كثير شغلات من الاوبشنز اللي بتلزمني او اللي بتلزمك خلال شغلك في النظام. هلا هون حكيت له اذا ما اخترتش شيء، انا جيت في الالس حكيت له اذا ما اخترت وعملت كانسل اكتب لي انه نو فايلز سيلكتد مثلا، هاي رن، هاي فايل، هاي اوبن، هاي اعطيته هاي وهي اعطاني الاوبن اللي بدي اياه مع التكست فايل اللي انا اخترته، هاي كبست اوبن، هاي اللي هي الاوكي، كانسل بديش انا اختار، هاي كليك كانسل. هلا لما اخترت كليك على الكانسل شو كتب لي؟ فايل not selected by the user، خلص ما عملش شيء وما عملش ما اختارش شيء ولا فتح شيء. طيب كويس، خلينا نيجي على كمان على نقطة ثانية بس دقيقتين وبننهي هذا الكلر تشوزر. الكلر تشوزر هاي الرن تبعه، هاي اكشن بيرفورم، بكل بساطة الكلر تشوزر سطر واحد، تعرف الكلر، تعرف اوبجكت منه، بتكتب jcolorchooser.showDialog اظهره داخل هذا الفورم اللي انا بشتغل عليه اللي هو this form، اكتب اي ليبل او عنوان بدك اياه، لازم هون تحط له ديفولت كلر، انا الديفولت كلر حطيت له يا ريد، كلر دوت ريد. وجيت هون السي هاي صار فيها لون، يعني السي هاي راح تعطيني لون، اللون اللي انا اخترته من خلال الديالوج بوكس تبع اللون صار مخزن بالسي. هلا وين ما بدي استخدم هذا اللون بس بعكسه على الليبل، على التكست فيلد، على الفونت، على اللي بدك اياه. فبقدر استخدمه على مثلا انا استخدمته هون مع البانل، فجيت حكيت له البانل 2 دوت سيت باك جراوند كلر سي، فمعناته الكلر اللي اخترته بينه او اظهره على السي. هاي الكلر تشوزر بكل بساطه. اخر شغله كنت بدي احكي عنها اللي هي الرن، انه كيف اعمل رن لبرنامج تنفيذي. هاي بروبرتيز، سوري خليني اروح لل Action Performed، هاي Action Performed. هلا هذا عند الرن أنا المفروض أكتب هيها مثلا بدي أشغل البينت برش، خليني أرجع أشوف وين الرن تبعي أنا، هاي بينت وهي Executable Action Performed، أنا بدي أشغل هاي، أنا بدي أجي أكتب له Process B Runtime.getRuntime نفذ Execute الملف اللي بدي اياه. هلا كيف جبت الملف اللي انا بدي اياه؟ الملف اللي انا بدي اياه جبته بالشكل التالي، انا بدي اشغل البينت برش، باجي على على الويندوز وبروح باجي بحكي له بدي ام اس بينت، بدي البينت، هي اعطاني البينت برش، باجي بكبس سوري هون كمان مره بدي البينت، هاي البينت، هاي البينت. لما اجي عند البينت باجي بكبس له رايت كليك،
لما اجي اكبس رايت كليك لاحظ شو اعطاني تحت، اعطاني عده اوامر من ضمنها فايل لوكيشن، خليني اشوف وين الفايل مخزن وكيف اسمه. هي رحت للفايل لوكيشن، هاي الفايل اسمه، هاي البروبرتيز تبعته اسمه mspaint. هيو لاحظوا هيو mspaint.exe mspaint.exe ومخزن داخل هذا الفولدر، داخل هذا الموقع. لاحظ هاي الموقع اللي مخزن فيه. فأنا باخد الفايل وين مخزن بالضبط واسمه و.exe، باخدهم كلهم وبنسخهم وبحطهم في الفايل تبعي وبحطهم هون في الرن تبعي. فجيت حكيت له الام اس بينت مخزن مثل، يعني انا عندي هون انا مخزنه على السي، على الويندوز، على السيستم 32، على الام اس بينت دوت اي اكس اي. هلا هذا الملف هيك اجباري راح يتنفذ. هلا هذا الملف اعطاني عليه ايرور، معناته الايرور مش في الاوامر، الايرور في التنفيذ كاي او، معناته هذا اكسبشن. فباجي بكبس له الت انتر بشوف شو الاكسبشن تبعه، باجي بحكي لي تراي وكاتش. هاي اوكي تراي وكاتش، هاي لحاله عمل لي تراي وكاتش، وزع لي اياها بالطريقه اللي انا بدي اياها. هلا هون بعمل كومنت على هاي وبحط بدالها جي اوبشن بان دوت شو مسج ديالوج، هاي ذس، وهون بكتب الامر اللي بدي اياه. Can not find the file. يعني الايرور مش راضي، ليش طلع، ليش انا عندي صار مشكله الفايل ما لقيتوش او مش موجود. اوكي، يعني لو جيت انا هون واعطيته mspaint1 هي هيك، هلا بطل ملف موجود mspaint1، بطل ملف موجود. خلينا نعمل رن. واجي هون واحكي له رن، هاي رن للبين، نفذ البين. شو اعطاني؟ cannot find the file. اه والله ممتاز، يعني ما طلع من السيستم وضل موجود جوا السيستم. طيب لو رجعنا وحطينا له هاي هيك ورجعنا فعلنا له الديفولت ايرور تبعه، هاي رن نفس الشيء، رن هاي البين شو اعطاني؟ طلعه، طلع من السيستم، طلع من الرن واعطاني كل الاخطاء هاي. طلع يعني بس كل الاخطاء هاي. هلا الاخطاء هاي كلها لو ظهرت لليوزر، اليوزر بده يقول لك في مشكله كبيره، يعني راح يحس انه الدنيا خربت. تمام، فلاحظوا انا شو اللي بعمله، ما بخلي الايرور تبعه زي ما هو، هاي عملت عليه كومنت وباجي بعمل الايرور اللي انا بدي اياه، اللي بطريقه مرتبه لليوزر ما يخافش من الشغل تبعي. وهي انا برجع الملف اللي انا بدي اياه، هي رجعته، معناته هيك صار البرنامج بيشتغل لحاله. هاي رن، هاي شغلنا البينت، هاي اشتغل معي البينت برش سريع جدا. لو طلعت منه هاي رجعت للسيستم تبعي، السيستم تبعي شغال 100%. اوكي شباب، هلا هذا انا اللي كنت بدي اشرحه في محاضرة اليوم، وهذا الشرح عبارة عن اعادة للمعلومات الموجودة عندك في الثلاث فيديوز اللي نزلوا خلال الفترة الماضية. فبدي من الجميع يطبق هذا محاضرة اليوم بالكامل، يطبقها ويعيدها ويشتغل عليها صح، لأن فيها حوالي 5-6 أفكار رئيسية لازم تعرفها.